سيداتي أنساتي سادتي، مرحبا بكم معنا أينما كنتم. مباراة غير عادية اليوم تلعب في ظل ظروف جوية صعبة وصعبة جدا، ليلة باردة في ملعب المباراة، ومع ذلك هذا الحضور الجماهيري القوي. يا إلهي على الأجواء، يا إلهي على الجماهير التي تأتي على الرغم من الظروف الصعبة في مباراة اليوم يدفعها عشق كرة القدم. توقعات أيضا ربما بسقوط أمطار على الملعب في الدقائق القادمة. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. البداية كوكي، كاراسكو يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعبها طولية، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. جابي يلعب كرة طويلة، الله، ليفاند، هدف لبرشلونة، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. أتلتيكو مدريد بهدف مبكر غير متوقع، تنقلب عليهم كل الأمور، كيف يمكن أن يردوا؟ هل ينجحوا في العودة؟ يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. رافينيا وصلت إليه، ليفاندوفسكي، الله على هذا التألق لحارس رائع.
ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. ينجح الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة. عثمان ديمبلي، عرضية من ديمبلي، الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعب العرض. هذه براعة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. سيرجي روبرتو، ديمبلي، ماركوس ألونسو. ماركوس ألونسو يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. الآن إمكانية المرتدة، فرصة. أفضل أن يلعب الكرة الساقطة، محاولة تسديد أخرى والكرة في اتجاه المرمى. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. كرة طولية إلى الأمام، كاراسكو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. نستأنف المواعيد مع الشوط، ربما يكون حاسم. لم يحدث أي تبديل في المباراة. سيرجي روبرتو، تغيير جميل للعب. ديمبلي، ماركوس ألونسو، بيدرو، غابي. كانت قريبة جدا على اعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. كاراسكو، يغير اتجاه اللعب على الجناح.
لديه فرصة عرضية من الجانب، فرصة للتسديد. يلعب كرة على اليسار، عند مساحة خالية على الطرف، يلعبها إلى منطقة الجزاء. موجود لإبعاد الكرة، قد يلعب كرة عرضية الآن. لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. يحصل عليها سافيج، رافينيا، ليفاندوفسكي، ديمبلي، سافيج يتسبب في خطأ. هدف عالمي، هدف ثمين بالتأكيد. الله، عودة للتقدم من جديد. توضح هذه اللعبة مدى براعته. لديهم تقدم بهدف وحيد، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يمر ويلعب كرة بين، يسددها غريزمان. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. والتسديد، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إثناء تغيير. يلعب كرة بينية، يلعب كرة عرضية داخل 18. ديباي، سيرجي روبرتو، تلعب الكرة إلى الأمام. ديمبلي، لمسة بينية، يسيطر على الكرة. ليفاندوفسكي، تصدي رائع جدا من الحارس، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. الله، ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام. اللحظات الأخيرة الأمل مشتعلة، ولكن عليهم أن يكونوا في لحظات تركيز في هذه الكرة، نكون أو لا نكون. ديمبلي، ماركوس ألونسو، كرة طويلة للأمام. كاراسكو يبحث عن زميله، كرة جميلة من فوق اللاعبين.
الخطورة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. قد تكون هذه فرصته اليوم. الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. كرة طولية من الحارس، يمر يلعب كرة بينية، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. اقتربوا كثيرا في عديد من المرات، لم يكتب لهم الفوز كما يقال. كرة أهداف لم يسجل.